ام بي بوم يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. الو مناهل وينك؟ فيه بالبيت. لا وش فيك؟ الكفر نايم. صحي مو وقت تستهبلين. بنشر كفر موتر عند الاستراحه وتوهقت. اختي انت ايش فيك مكبره الموضوع؟ سهله، افتح اليوتيوب بتلاقين مليون مقطع يشرح لك شلون تصلحين البنشر وخلصنا. اوكي شكرا، يلا باي. هلا والله مي، تبي مساعدة؟ مشكور، بس بنشر كفر الموتر وبصلحها. سلامات، حاطة العفريت على الصدام. ليه وش فيها؟ وش فيها بعد تسألين؟ كذا الله يصلح قلبك بتكسرين صدام السيارة. المهم ادخل جوا الاستراحة وأنا بصلح الكفر وبكلمك. ما أقدر، أنا مرة مستعجلة، عندي أمي موعد ولازم أوصلها. طيب، خذي مفتاح موتري، خلصي مشاويرك وأنا بصلح الكفر، بوصل السيارة لين باب بيتكم، بس ارسلي لي اللوكيشن. ما أدري شو أقول لك، بس مشكور. يا مي جوالك. الحمد لله على سلامتك يا عمري يا يما. الله يسلمك. إلا قوليلي هذه السيارة لمين؟ بنشر كفر سيارتي، وياسر جارنا في الاستراحة عطاني سيارته يعني لين يصلح البنشر. ياسر جاركم ها؟ إيه. ان شاء الله ايش جاب سيارة تاخذي معك؟ هد وانا اخوك، ترى صلحت كفر اختك لان كان مبنشر. لا يا شيخ، ترى حركات المزعات ذي قديمه وعارفينها. لا بس كانت ترى مساعده بس عشان. عشان ايش؟ عشان ايش؟ عشان ايش؟ شر تلقى. تراك زلابة إذا ما أخذت حقك من ذا الورع. خلوني يطلع يا عيال، خلوني يطلع. إذا ما أخذت حقي ما أكون ياسر. الله لا يحطني مكانك بس. يا رب يا رب حطني في مكان ياسر. شوف الجريش والقرصان والحلويات يا حظات. أسمع يا ياسر، أنت بتتنازل عن حقك حتى لو ادوك 10,000 ريال. اللي انضرب يعطوه 10,000 ريال. أيوة حبيبي، ومدي يطلب اللي يبغى حتى لو 100,000 كمان. يا عيال اطلعوا اطلعوا، أمي وأختي جايين. يلا يلا يلا. فمان الله. مع السلامة. ما تشوف شر. فمان الله. هلا والله فيكم. الحمد لله على سلامتك يا ياسر. الله يسلمك يا رب، ان شاء الله من كل شر. ماشي في شر يا ولدي، والله اني مستحي منك.
بس إن شاء الله إنك طيب. وين طيب يا خالة؟ وين طيب فيه بس؟ ولدك ولدك غدر فيني. السلام عليكم اخوي عامر. اقول لك انت اخو مناهل؟ اي انا اخو مناهل. ها حق استراحه ربع. ايه هيا هيا نادي اختك خليها تجي. هيا هيا اقول لك هيا هيا نادي اختك. هيا مالك؟ ها نادي اختك. هيا ماله هذا ما يفهم؟ ادخل مناهل، مندوب التوصيل عند الباب. أنت؟ إيش تبي؟ جيت أسأل أخوك عنك عشان يضربني، بس طلع غبي. مريض أنت؟ أقول انقلع بس. مساء الخير ياسر، دريت انك طلعت من المستشفى وحبيت اطمن عليك. هلا والله مي، هلا وسهلا. لا الحمد لله انا بخير. هلا مي، هلا ومرحبا. لا الحمد لله انا بخير. ابي اطلب منك طلب واتمنى ما تردني. ابد، سمي امري. وش تبين؟ ابيك تتنازل عن اخوي نواف، امي متقطع قلبها عليه. أبد تامرين أمر ومن عيوني يا قلبي. أبد اليوم بروح وبتنازل إن شاء الله. عندك قلاعة؟ لا معايا شنطة إسعافات أولية. صامولي أبو شكله. لو سمحت لو سمحت، فين الحلويات والجريش اللي كانت مثل عندها ياسر؟ أخوي حنا ما لقينا لك سرير للآن عشان تجيك الحلويات والأكل. طيب فين اللي ضربني؟ اسمع أبغاك تقول له جهز لي 10 علب إنه ما راح أتنازل. اللي ضربك نحاش ولا حد يعرف عنا أي شيء. أطلب الله. أبو شكلك مي. هلا ياسر، كيفك الحين؟ لا الحمد لله بخير. طيب ايش فيك تبكين؟ اخوي المعقد ضربني، يقول انه دخل السجن بسببي. ليتك ما تنازلت عنه يا ياسر، الله ياخذه. لا مي، ما يصلح تقولين عن اخوك كذا. وبيني وبينك ما تدخلين على البنات وانت تصيحين. اسمعي تعالي معي، ابيك الموضوع. يا ليتها جت على التنمر وبس. يضربني يا ياسر، يضربني المريض ويعنفني بقوس وكفوف. أيوة فيك شيء؟ لا 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 ما 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 في شيء. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فيك شيء يا أخوي؟ فيك شيء؟ لا لا ما في شيء. ليه شو السالفة؟ كل بالعافية، وانتبه لنفسك أخوي. ها الحمد لله. وش خير؟ وش فيك؟ خوفتني. لا لا ما في شيء، بس ذاك الرجال مساكين شكل عنده صرع ورحت أشوف وش فيه. حنون وإنساني. توك ما شفتي شيء؟ بصراحة يا مي أنا جبتك الكافي هنا عشان موضوع صغير. مي أنا معجب فيك من زمان وحابة أتزوجك وأفكك من نواف وغثاه وخليك تعيشين حياة ما عمرك عشتيها وخليك حرة وطليقة ومستقلة. ها وش قلتي؟ بصراحة أنا مبسوطة أني لقيت الشخص اللي يفهمني ويخليني على راحتي. مثل الرجال ياخذ راحته ويطلع ويروح ويجي. البنت لها حقها تطلع وتروح وتجي على كيفها. بس بسألك سؤال،
عندك علاقات قبل ولا قد تعرفت على بنات؟ أنا؟ ما عمري كلمت بنت ولا حبيت إلا أنتي. الفرحة اللي أنا فيها دي كلها ترجع ليك وأنا جنبك راضية ومرتاحة لكل ما فيك. سبت أنا كل الدنيا عشانك وهشاركك حضنك ومكانك وبقول لك يا حبيبي حياة. بنات مين انخطبت؟ تستهبلين، شوف سنابها وريني. اوف اي والله غريبة، ما علمتنا. تراني عنها مسوية يعني اني خايفة ننضلها هي وراسها. سلامتها. وراء وما قالنا هالجحود، صح عليك وراء وما قالنا. هدوا هدوا يا عيال لا تشدونها، انا عارف ياسر اكيد الموضوع جاء سريع سريع عشان كذا ما علمنا. صح عليك يا عامر، ياسر ما يغب علينا شيء. حبيبي الكلام ده غير صحيح، لو فعلا ياسر يعدنا اصحابه واخوانه اول ناس ندري انه بيتزوج، ولا المفروض استشيرنا بيتزوج مين. استشيرك انت؟ انت ابوه؟ لا. اخوه؟ لا. عمه؟ لا. خاله؟ لا. اخته؟ لا. اجل ضف وجهك. صح عليك يا عامر، ضف وجهك. القم بيبي، عادي اروح الاستراحه اليوم؟ عادي يا قلبي، سوي اللي تبينه، انت تامرين امر. ما تدري قديش يا عمري البنات ميتين ويعرفون من خطبني. طيب يا مي انا ابي اعرف شيء واحد، ليش ما قلتي لهم للحين؟ في كم واحده من البنات حسوده وما ابي اقول لهم لين نتزوج، وانت بعد قول بنت عمي بنت خالي، خل نسوي لهم سبرايز. خلاص ابشري، تامرين امر يا قلبي. بنت خالتي. مبروك يا السور، والله سويتها. طب ليلك عليك، منك المال ومننا العيال. زي ما زينت ما شاء الله. كيف تشوف تجربتك في الزواج، فاشله ولا ناجحه؟ ما بعد عرست يا درج، زواجي الاسبوع الجاي، بس المعذره منكم يا شباب، ترى الزواج راح يكون عائلي. واحلى احتفاليه الاحلى ما هي بالدنيا بمناسبه خطوبتها، فرحت لك من كل قلبي يا امي. كيوت. ألف مبروك حبيبتي. الله يبارك فيك. ألف ألف مبروك يا قلبي، مرة مبسوطة لك، ألف مبروك. الله يبارك فيكم بنات، عقبالكم. مبروك 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 يا قلبي. قليل الازعاج، البنات من يوم ما جو جنبنا بالاستراحة والوضع قروشة وازعاج. يا ابويا خليهم، سيبهم منبسطوا ويستمتعوا. انت تلاقي مية قمورة قاعدة ترقص وسطهم. هلا انا عيال السطوح نكاحين. عيب عليك يا اخي، استحلى وجهك، تبي احد يطلطل على محارمك؟ لا يا شيخ، نسينا مكلينا، نسينا الاير دروب، نسينا يوم تتنصت على الجدران، نسينا يوم ترجم الكورة عندهم. هذا كول. لا يا شيخ ما علي، الحين واحد منكم يقول لهم يقصرون الصوت ولا ترى بفلم بهم. انا مستعد والان كمان. لا انا بروح. هذا ياسر، اي موضوع يخص البنات يتصدر للموضوع. الواد ده حسودي. بنات صورينا كلنا. هلا قلبي، كيفك؟ بس إذا ما عليك أمر بس تقصري على صوت الأغاني شوي بس. معلش بيبي ما أقدر، البنات محتفين عشان خطوبتي. لب قلبك خلص، يلا باي. ها سويت؟ كلمت مي قلت لها قصروا على صوت الأغاني أزعجتونا، قالت بس هالأغنية بيوقفون كل شيء. عشو أبوك البجاحة. أيوة
طف الاغاني. خلاص الحين بقول للبنات يقصرون الصوت. اقول طف الاغاني، فاهمه؟ خلاص يا قلق. ياهو ياهو، وحش يا عامر بالله. كلمت مين منهم؟ مي نفسها، بس الهيبه تفرق. يا حليله مي، تعرف تسمع لمين وتدي ركبه لمين. ايوه ها، وين تبي نروح اليوم حبي؟ والله يا قلبي من ناحيتي أنا يمكن أروح الاستراحة. بيني وبينك مشتاق للعيال، ضحكهم وهبالهم وسوالفهم. أجل حتى أنا بروح الاستراحة بشوف وش يقولون البنات، خصوصاً بعد ما عرفوا أن تزوجنا. أيوة خلاص. طيب وش رأيك نروح بسيارة واحدة؟ لا لا لا، كل واحد بسيارته، يمكن أطول وأبي أخذ راحتي. ما صدقت تفتك من القلق نواف. صادقة، خلاص أوكي ولا يهمك. أبوك يا القدحة، عارفة ياسر إذا حط شيء براسه جابه. الله تعرف تنقى يا ياسر، ماي مرة واحدة بنت مرتبة وخلوقة محترمة جدا. صدق يا صالح، أحس الزواج يصلح لك. إيش رأيك تخطب واحدة من بنات الاستراحة؟ أنا مستحي، أنا اللي بعرس عليها براعة بيت تطبخ وتنفخ ولا تروح ولا تجي إلا بشوري. حبش ولا أحد قد شافه. وش معنى ياسر تزوجها وحنا كلنا شفناها؟ لأنه درج. أيوة. صباح الخير يا قلبي. أي صباح الخير، الحين عصر، قصدك مساء الخير. متى رجعت من الاستراحة؟ طلعنا من الاستراحة الفجر ورحنا شفنا فيلم بالسينما، وبعدين طلعنا أفطرنا ورجعت الساعة 7 الصباح. وليش ما قلتي لي إنك رايحة مطعم وسينما؟ أنت كنت نايم. أي بس المفروض تقولي لي وين رايحة وين جاية، تخيري لا قدر الله صار لك شيء. أي أوامر ثانية يا ياسر؟ إيه، وين رايحة الحين؟ وشو؟ صديقتي ولدت وبزورها. صديقتك؟ من صديقتك هذه؟ تحقيق هو؟ أوف؟ ألو، أنا عند الباب. أوكي، الباب مردود. السلام عليكم. عليكم السلام. طالبين من بقالة؟ لا. جايكم مولود؟ ها ما شاء الله، وش سميتوه؟ تدخلك انت. الولد قال لأمه وخافت، ورحنا وشفنا الكاميرات. الا وحصلك انت، انت تراقبني يا ياسر، انت شاك فيني. اسمعيني عاد، انا زوجك من حقي اعرف كل كبيرة وصغيرة عنك. بعدين وش دراني رايحة مع مين وعند مين؟ لا 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 لا، أنا ما عاد لي قاعدة بدا البيت ولا دقيقة. يا شكاك يا مريض. شو الصياح والبكبكة؟ لو معلمتنا من قبل ما تنخطبين كان قلنا لا تعضي ثوبس. أصلاً أنت تدرين إن قبل ما يتزوجك لحقني لين بيتي بسنابي؟ وأنا بعد سواها معي هالنذل. ولا تزعلين نفسك عشان واحد ما يستاهل. لا تزعل يا ياسر، إن شاء الله ربي يعوضك بواحد أحسن منها. أصد كان ودي أصارحك بس شفتك مدرعم قلت بسلامته. يا حرام، صراحة أحلى خبر أسمه. أقصد أسوأ خبر أسمه. هي الدنيا كده. سمسة عن الناس الكويسة. إيش تبي أنت بعد؟ أبى أعطيك هي كاش ومن الآخر. أنا رجل شرقي بفكر غربي متفتح جدا، ينفع أتزوجك على سنة الله ورسول؟ أيوه.